السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم بخير، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة حول رؤية هلال شهر شوال. أعد الله علينا هذه الأيام وعليكم بالخير واليمن والبركات. في البداية نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا في الاستوديو، الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وبالتأكيد ما أن نصل إلى أواخر شهر رمضان المبارك حتى يترقب المسلمون بجغف تحري هلال شهر شوال في 29 من شهر رمضان. ودعت المحكمة العليا في السعودية في بيان لها، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال، وطلبت المحكمة من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. من جانبه أكد المشروع الإسلامي لرصد الأهل أنه تستحيل رؤية هلال شهر شوال هذا اليوم في معظم الدول الإسلامية، وذلك لغياب القمر قبل غروب الشمس. إذن نرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما ينضم إلينا من أبو ظبي المهندس محمد عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، كما سينضم إلينا من السعودية الصحفي محمد الزهراني. أهلا بكم جميعا، أهلا بك شيخ جعفر، وكل عام وحضرتك بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تسمح لي أرد على حضرتك أستاذ سالم حبيبي فضل. تحية بأحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المشاهدين الأحبة الذين يشاهدون البث الآن، وعلى كل من يبلغهم صوتنا. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ورحمة المنزلة والصلاة والسلام على حبيبي ومصطفى ألا يخرجنا من هذا الشهر، وألا يخرج أرواحنا من أجسادنا إلا وهو راض عنا، غير غضبان، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة إن شاء الله. رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ جعفر، نبدأ معك مهندس محمد عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ضفنا من أبو ظبي. نبدأ بالبيان الذي أصدرتموه منذ عدة ساعات ونفيتم فيه ما وصفتموه بالشائعات التي قالت إنه تم الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال في الغد، وأن عيد ثبوت رؤية اليوم، وأن عيد الفطر هو في الغد الثلاثاء. هل من تفاصيل حول هذا البيان الذي صدر منذ ساعات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولفضيلة الشيخ الدكتور وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة نعم، شهد اليوم منذ الصباح شائعات كثيرة. في الحقيقة بدأت بشائعة حول إصدار بيان من الديوان الملكي السعودي، ثم تلاها شائعة من قبل المرصد مشروع الإسلام لرصد الأهلة. في الحقيقة لم يصدر شيء حتى هذه اللحظة، لا الديوان ولا نحن في المشروع الإسلامي أصدرنا أي بيان. أصدرنا بيان واحد فقط قبل يومين، وضحنا فيه وضع الهلال في هذا اليوم. يعني هو بحمد الله اليوم الوضع سهل، ليس كبعض الأشهر الماضية والسنوات الماضية. الوضع في هذا اليوم محسوم، وضع الهلال واضح، لا توجد فيه شكوك، لا يوجد فيه خلافات. إذا ألقينا نظرة سريعة على وضع الهلال في هذا اليوم، فالقمر في الحقيقة سيغيب قبل الشمس في تقريبا معظم العالم الإسلامي والعالم العربي، وبالتالي رؤية الهلال اليوم مستحيلة، ولذلك يعني لا نتوقع وجود إشكاليات أو خلافات في هذا الشهر. في الحقيقة في عند تحري الهلال أول شرط يجب أن يتوفر حتى تمكن أو حتى نبدأ بالحديث هل هذا الهلال يمكن أن يرى أو لن تمكن رؤيته. الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر أن يغيب الهلال بعد غروب الشمس، لأن التحري كما هو معلوم تحري الهلال دائما يتم بعد غروب الشمس. فإن وجد بأن القمر سيغرب قبل غروب الشمس فهذا يعني استحالة رؤية الهلال، لأن القمر غير موجود في السماء بعد غروب الشمس، وهذا هو الواقع اليوم الاثنين. إذا ألقينا نظرة سريعة على بعض العواصم العربية
نجد أن القمر في مدينة مكة المكرمة سيغيب قبل 3 دقائق من غروب الشمس، في مدينة الرياض سيغيب قبل 6 دقائق من غروب الشمس، في أبو ظبي قبل 7 دقائق، وكذلك في الدوحة أيضا، في بغداد سيغيب قبل 10 دقائق من غروب الشمس، في مدينة عمان سيغيب قبل 8 دقائق من غروب الشمس، وفي القاهرة سيغيب قبل 6 دقائق. وهذا هو الحال في معظم العالم العربي ومعظم العالم الإسلامي، القمر يغيب قبل الشمس، ولذلك الوضع سهل هذه المرة، لا يوجد قمر أصلا في السماء بعد غروب الشمس حتى نتحدث هل رؤيته ممكنة أو غير ممكنة، هو غير موجود. ولذلك الأصل لمن يعتمد على الرؤية خاصة من منطقته، من المنطقة العربية في العالم الإسلامي، أن يكون غدا هو المتمم ويكون الأربعاء هو يوم العيد، ولكن طبعا نبقى بانتظار الإعلانات الرسمية بهذا الخصوص إن شاء الله. طب ابقى معي سيد محمد شيخ جعفر. إذا طبقا لما ذكره مهندس محمد عودة وطبقا للحسابات الفلكية، فيستحي رؤية الهلال هذه الليلة، ويكون عليه غدا هو المتمم لشهر رمضان، وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك طبقا للحسابات الفلكية التي ذكرها سيد محمد عودة حتى الآن. حتى الآن طبعا بالتأكيد. لكن هناك الجدل المستمر والمتجدد في مثل هذه اللحظات من كل عام، جدل يتجدد بين الفلكيين والفقهاء، هل لديك تفسير؟ أخي الحبيب الأستاذ سالم، الحبيب في الله تعالى، والمشاهدون الأحبة، والأخ الحبيب الأخ محمد الزهراني جزاه الله خيرا، والمشاهدون في كل مكان. عفوا، وسيد محمد عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد. عفوا الأخ الحبيب الأستاذ محمد عودة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله في كل زفير وشهيق، وفي كل لمحة ولحظة ونظرة، الله خالقهما حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده، ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده، ولا ينتهي أمده، سرمدا في سرمد بدوامه عز وجل، حمدا يجعلنا الله تعالى به ممن يعظم شكره ويكثر ذكره ويتبع نصيحته ويحفظ وصيته. والشهادة لله تعالى في ذلك كله، الشهادة لله تعالى أي في كل زفير وشهيق، وفي كل لمحة ولحظة ونظرة، بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والشهادة لصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد في ذلك بالنبوة والرسالة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل ذلك، عدد صلواتك عليه بدوامك، وعدد سلامك عليه بدوامك، في عدد المصلين عليه وصلاتهم، والمسلمين عليه وسلامهم كما وكيف، سرمدا في سرمد بدوامك يا رب العالمين. وبعد أخي الحبيب الأستاذ سالم، الخلاف كما تفضلت بين الفلكيين والفقهاء قديم وحديث، هو القديم الحديث والحديث القديم، وسيظل هكذا. لكن مربط الفرس، يعني نحن أمة لنا مرجعية، مرجعية هذه الأمة الكتاب والسنة، وفي سورة البقرة سنام القرآن، أطول سورة في القرآن وأولى السبع الطوال وأولى الزهروين، يقول المولى عز وجل يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، إلى آخر النص الكريم. لو نظرنا إلى تكاليف كثيرة في الشريعة الإسلامية في الوحيين الكتاب والسنة، أو في الأصل الكتاب والسنة، نجد أن كثير من هذه التكاليف مربوطة بالأهلة. الصلاة مربوطة بالهلال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة كذلك مع مرور الحول تجب الزكاة، إذا بلغ المال نصابا وحل عليه الحول وجب فيه الزكاة، وهكذا. كذلك في الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وبعدين في عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا بأنفسنا. إذا مقصد الشيخ جعفر هو رؤية الهلال. أيوة. نحن نتحدث عن كيفية الرؤية، هناك من يعتمد، الفقهاء يعتمدون على الرؤية رأي العين أو بشهادة من يرى هذا الهلال، لكن الفلكيين على الجانب الآخر لديهم تقنيات ولديهم آليات حديثة يعتمدون عليها، ويقولون أن نسبة الخطأ في هذه الآليات تكاد لا تذكر. كل بني آدم خطأ، حتما لابد أن يقع خطأ،
وسبق في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب القيم مجموع الفتاوى أن تم اعتماد حسابات فلكية وحسب المنازل وثبت الخطأ فيها، بينما الرؤية نسبة الخطأ فيها أيضا يعني كما هنا نسبة خطأ هنا نسبة خطأ، لكن المرجعية إلى النص الشرعي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب وإذا كانت العبرة برؤية الهلال، لو ثبت الهلال بأي وسائل حديثة، لو استخدمنا أي وسائل حديثة في رؤية الهلال خلاص، ليس شرطا، ليست الرؤية الذاتية شرطا في ثبوت الهلال من عدمه. ليه؟ لأن الرسول لما قال صوم لرؤيته يصعب ويتعذر أن يرى الكل، ولذلك لما يراه واحد يلزم الكل، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. طيب سيد محمد عوضة، طبقا لما ذكره الشيخ جعفر يتساءل حول كيف نتأكد أن الأليات التي تعتمدون عليها في النهاية تظهر نتائج دقيقة، ويقول أنا الخطأ وارد في كل الأحوال، لذا يجب الاعتماد بشكل أساسي على رؤية العين. كيف ترى هذا الجدل الذي ما زال متجددا ومستمرا حتى الآن؟ يعني في الحقيقة ربما موضوع هل الحسابات الفلكية دقيقة أو غير دقيقة موضوع مطروح قبل يمكن 100 أو 200 أو 300 سنة، ولكن نحن الآن يعني كفانا أن نقول أن يعني مركبة أطلقها الغرب إلى بلوتو بقيت تسير إلى بلوتو ملايين الكيلومترات، بقيت تسير إلى بلوتو لمدة 15 سنة، عندما وصلت إلى وجهتها إلى بلوتو وصلت متأخرة بمقدار ثانية ونصف فقط. يعني هذا الدقة الهائلة التي وصلنا لها لسنا طبعا لوحدنا، يعني نحن نتحدث عن المجتمع الإنساني بأكمله، الدقة التي وصل لها الإنسان في علم الفلك دقة مهولة. يعني نحن نتحدث عن أجزاء من الثانية، عندما نتحدث عن مركبة سارت لمدة 15 سنة ووصلت إلى جرم سماوي بعيد ملايين الكيلومترات، وصلت متأخرة بمقدار ثانية ونصف، هذا يعني معجزة بحد ذاته. اليوم بعد ساعات ستصل المركبة إلى كوكب المشتري أطلقت منذ 5 سنوات وستصل في موعدها. يعني موضوع الحسابات الفلكية ودقتها هذا منتهي الآن، نحن يعني نشاهد بأعيننا، ما عمرنا كفلكيين قلنا للناس أن هناك كسوف أو هناك خسوف وإلا وحددناه بالدقيقة وحددناه بالثانية وشاهده الناس في نفس الثانية المحددة مسبقا. يعني الدقة ليست موضوعنا الآن، يعني الحسابات دقيقة جدا، وعندما نطلع على الأبحاث العلمية نجد في الحقيقة وكما كلنا نعرف أن الرؤية في الحقيقة تشوبها بعض الأخطاء، وهذا شيء معروف ويقر به الجميع، وبالتالي نحن الآن في زمن أصبح العلم فيه هو أكثر دقة من الرؤية. تقصد الرؤية الشخصية سيد محمد، رؤية العين؟ نعم، أنا أتحدث عن الرؤية بالعين المجردة، أو إذا قمنا بالحساب بحساب مواقع القمر، موعد غروبه، موعد شروقه. يعني اليوم على سبيل المثال نحن نعلم أن القمر يغيب قبل الشمس، يعني لو جاءنا شاهد وقال أنا رأيت الهلال اليوم، يعني حتى لا أقول بالمنطق ولا أقول بالعلم بل حتى أقول بالشرع، بعض الفقهاء قالوا ترد هذه الشهادة لأنها تخالف العقل، تخالف المنطق، والشرع لا يأتي بالمستحيلة. على كل حال ليس هذا ربما يعني ليس موضوعنا اليوم، لأن اليوم الموضوع كما قلت سهل، ليست من الأيام أو الأشهر التي عليها خلاف، اليوم الموضوع محسوم. ربما يعني نشير إلى أن هناك دول أعلنت بطبيعة الحال الآن في هذا اليوم، هناك دول أعلنت أن غدا الثلاثاء هو العيد، هناك دول أعلنت أن الأربعاء. من هذه الدول سيد محمد؟ نعم، يعني من الدول التي أعلنت أن الثلاثاء هو العيد هي تركيا ودول البلقان. طبعا هذه لم تعتمد لا على رؤية ولا على شيء، هي تركيا تعتمد على الحسابات الفلكية المسبقة، يعني هذا شيء لم تعلنه تركيا اليوم، هذا شيء موجود منذ يعني مطبوع عندهم منذ سنوات، ولكن تركيا إذا نظرنا يعني سيد محمد هناك خريطة نعرضها الآن على الهواء مباشرة، لو تشرح لنا من خلالها الأليات التي اعتمدتم عليها لثبوت غياب القمر قبل غروب الشمس اليوم. نعم، هذه الخارطة التي نراها الآن هي توضح مدى إمكانية رؤية الهلال اليوم الاثنين من مختلف دول العالم. المناطق الواقعة تحت اللون الأحمر هذه المناطق سيغيب فيها القمر قبل الشمس، وكما نرى هي تغطي جميع قارة أستراليا، جميع قارة آسيا، شمال أفريقيا وجميع قارة أوروبا، فهذه المناطق جميعها باللون الأحمر، القمر يغيب فيها قبل الشمس،
ولا تمكن فيها الرؤية، والقمر أصلا غير موجود في السماء بعد غروب الشمس. إذا نظرنا إلى بقية المناطق نجد أن المناطق التي يمكنها رؤية الهلال بالتلسكوب هي المناطق الزرقاء، وهذه هي غرب وجنوب أمريكا الجنوبية. هذه هي المناطق الوحيدة التي يمكنها رؤية الهلال اليوم، هذه المناطق الواقعة باللون الأزرق. وبالمناسبة لهذا السبب، لأن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أمريكا الجنوبية، أعلنت تركيا أن غدا هو أول هو يوم العيد. طب إذا على أي أساس سيد محمد، يعني تركيا ودول البلقان تقع في المناطق التي يستحيل رؤية الهلال لديها اليوم، يعني لو تشرح لنا أكثر على أي أساس أعلنت تركيا اليوم أن عيد الفطر المبارك في الغد؟ نعم أنا سأبين الدول وسأشرح سبب كل دولة. بالنسبة لتركيا، تركيا لا تأخذ بمبدأ اختلاف المطالع. تركيا الرأي الفقهي المعتمد في تركيا يقول أنه إذا ثبتت الرؤية في أي مكان في العالم فإن هذه الرؤية تعتبر كافية للعالم بأسره أن يبدأ الشهر. نحن نعلم هذا رأي فقهي له أدلته، والرأي الآخر أو الذي يعتمد اختلاف المطالع أيضا له أدلته، ولكن يعني أنا لا أناقش الموضوع من ناحية فقهية، أنا أعرض فقط ما هو الحال وعلى ماذا استندت كل دولة. فتركيا قالت بما أن هناك مكان في العالم ستمكن منه رؤية الهلال في هذا اليوم، إذا نحن سنقبل هذه الرؤية، وعلى ذلك أعلنت أن غدا يوم العيد. إذا نظرنا إلى بقية الدول من الدول التي أعلنت بطبيعة الحال أن غدا هو المتمم وأن الأربعاء هو العيد، هي كانت ماليزيا وأندونيسيا. بعض الدول بالمناسبة اليوم هو 28 من شهر رمضان، ولذلك هي لن تعلن اليوم، هي ستعلن غدا، مثل الهند، باكستان، بنغلاديش، سلطنة عمان، المملكة المغربية، إيران. هذه الدول جميعها حوالي 10 دول على الأقل اليوم عندهم هو 28 من رمضان، غدا سيتحرى الهلال. أما من الدول التي ستتحرى الهلال اليوم وغابت عندهم الشمس كانت ماليزيا وأندونيسيا، اليابان، المجلس الإسلامي في اليابان والمجلس الإسلامي في سنغافورة. جميع هذه المناطق أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال، وأعلنت أن العيد سيكون بإذن الله يوم الأربعاء. بالنسبة لمنطقتنا نحن الآن بدأت الشمس تغيب في شرق العالم العربي، الآن غربت الشمس في الإمارات، هي غربت حتى منتصف السعودية تقريبا، وبمرور الوقت بعد دقائق نتوقع خلال ربما ربع ساعة أو ما شابه أن تبدأ الإعلانات الدول بالتوالي بما سيصدر إن شاء الله بهذا الخصوص. طيب ابقى معي سيد محمد، ودعنا نذهب إلى المملكة العربية السعودية وينضم إلينا من هناك الصحفي محمد الزهراني. محمد، هل توفرت أي معلومات حول رؤية هلال شهر شوال في السعودية؟ أهلا بك أستاذي الفاضل، ورحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. في الحقيقة أنه الآن جاءنا خبر عاجل أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وسيكون العيد يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. ما تلفت انتباهي الآن تم الإعلان بشكل رسمي محمد؟ يبدو لي انه 99% من الديوان الملكي اعلن انه غدا الثلاثاء المتمم رمضان، ننتظر فقط الاعلان من المحكمه العليا. نعم. لذلك الملاحظ في هذا الامر انه الفلكيين لم يذهبوا لرؤيه او تحري هلال العيد هذا اليوم، لانهم كانوا مسلمين انهم لم يشاهدوا هلال العيد في هذا اليوم. فجمعيه الفلك والفلكيين المعتادة في كل عام أنهم يذهبوا إلى منطقة الهدى لمشاهدة هلال رمضان لم يذهبوا هذا العام، لأنهم كانوا جازمين أن هلال العيد أو الهلال يغيب قبل مغيب الشمس بثلاثة أيام. نعم. ما أحب أن أذكره عزيزي الفاضل أن رمضان خلال السنوات الثلاث الماضية جميعها كان الشهر فيها ناقص، اللي هو عام 34 و35 و36، وهذا العام باذن الله 30 يوما. طيب ابقى معي محمد، وسنعود اليك في حال توافر اي معلومات جديده. دعنا نعود لشيخنا الشيخ جعفر الطلحاوي. اذا كما ذكر سيد محمد عودة وبين في الخريطه التي وضح من خلالها كيفيه الحسابات الفلكية التي تتم سواء إذا ثبت
غياب القمر قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، وعليه هل من الممكن رؤية الهلال أم لا. لكن في كل الأحوال شيخ جعفر، هناك آراء فقهية متعددة حول مسألة الاعتماد فقط على رؤية العين لرؤية الهلال، هناك آراء أخرى تجمع بين الاعتماد على علم الفلك ورؤية العين بشكل خاص. ماشي حبيبي، أنا ألتقط الخيط من الأخوين الكريمين الفاضلين، الأخ محمد عودة من أبو ظبي والأخ محمد رضوان من السعودية. فآخر ما قال الأخ محمد زهراني أن الفلكيين لم يشغلوا أنفسهم بهذه القضية اليوم لأنهم مسلمين أنه لن يتمكنوا من رؤية الهلال اليوم، فبالتالي لم يذهبوا ولم يشغلوا أنفسهم. نعم. الأخ محمد عودة جزاه الله خيرا أشار إلى رأي فقهي دقيق عندما أصل لاعتماد تركيا للعيد غد إن شاء الله باعتبار الأجهزة اللي وصلت إليهم معلومات عنها أنه يمكن هلال رؤية هلال شهر شوال الليلة، وبالتالي ده رأي فقهي مأخوذ به. إذا ثبت في أي مكان في العالم فيتم الأخذ بهذا الرأي. نعم. لا عبرة باختصار شديد، لا عبرة لاختلاف المطالع، وهذا أحد آراء ثلاثة عند الفقهاء، لا عبرة باختلاف المطالع، يعني طلع هنا طلع هنا اختلف المطالع لا عبرة له ولا يعني اهتمام به. إذا ظهر في مكان في أي مكان من دول العالم الإسلامي يلزم الكل الأخذ به، وعلى ذلك أخذت تركيا بهذا. وإن كان الـ الـ الأجهزة اللي رصدت رؤية الهلال ليست واقعة معها على خطوط الطول وخطوط العرض، هذا رأي فقهي. الرأي الفقهي الآخر يقول لا، هناك عبرة لاختلاف المطالع، وعلى ذلك دليل حديث صحيح في صحيح مسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كريب خادم أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسلته أم الفضل إلى معاوية في الشام وهم في المدينة ليقضي لها حاجة، فلما أتى معاوية قضى الحاجة، ثم استهل شهر رمضان على كريب وهو في الشام في دمشق، استهل رمضان بدأ رمضان هناك. فسأل ابن عباس كريب اللي هو خادم زوج خادم أم الفضل، سأله هل رأيت أنت الهلال؟ قال نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. يبقى هو رآه فين؟ في الشام في دمشق، لكن دول في المدينة. فقال متى رأيته؟ رأيت الهلال إمتى؟ قال رأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل. فقال ابن عباس نحن رأيناه ليلة السبت، يعني يوم الجمعة مساء، ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال، حتى نكمل 30 أو نرى الهلال. هذا الحديث أصل عند العلماء أو الفقهاء الذين يقولون أنه لابد من الاهتمام باختلاف المطالع. ليه؟ للاهتمام، لأن هناك اختلاف في المواقيت كما في الصلاة. لكن هناك أراء الآن شيخ جعفر وأصوات تطالب بالاعتماد بشكل أساسي على الحسابات الفلكية مع هذا التقدم العلمي، وتقول أن نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية يكاد لا يذكر. عندي أراء ثلاثة لفحول علماء المسلمين وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو لربطة العالم الإسلامي. الرأي الأول لابن الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الصواب رأي الجمهور في اعتماد الرؤية، رأي الجمهور، وما سوى ذلك ففاسد ومردود. رأي الجمهور في اعتماد الرؤية. ليه؟ لأن الأخذ بالحسابات الفلكية مصادم للنصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة فأكملوا 30 يوما كما قال رسول الله. ده الإمام النووي. جه بعد منه شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام 728 700، الإمام النووي توفي 600، الإمام ابن تيمية توفي سنة 728، قال ثبت بالسنة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب، إنما ينبغي الاعتماد على الرؤية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني صاحب شرح صحيح البخاري ولا هجرة بعد الفتح كما يقول علماء، يقول يعني بالخطأ في الاعتماد على الحسابات الفلكية، وإنما يبقى النص عندنا الاعتماد على الرؤية، لأن الاعتماد على الأهلة مربوط في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج. يبدو أن هذا وبعدين اسمح لي قرار المجمع الفقهي، قرار المجمع الفقهي منذ 37 عاما المنعقد في مكة سنة 1401 أثبت واعتمد الاعتماد على الرؤية وليس الاعتماد على الحساب الفلكي. يبدو أن هذا الجدل سيستمر شيخ جعفر. دعنا نعود للسيد محمد عودة. هناك العديد من الأفكار
طرحت منذ عدة سنوات لإنشاء مرصد إسلامي موحد من خلاله يمكن توحيد رؤية الهلال، هل هذا ممكنا بشكل عملي في ظل هذه المساحة الشاسعة بين دول العالم الإسلامي؟ يعني قبل ذلك تسمح لي بتعليق بسيط، أنا لا أريد أن يفهم أيضا من كلامي بأن هناك تعارض بين العلم، بين علم الفلك، بين الحسابات، بين الرؤية. في الحقيقة نحن لا ندعو لإلغاء الرؤية والاعتماد على الحساب، نحن نعلم أن الرأي الفقهي الراجح والأكثر انتشارا والأكثر قبولا في عالمنا الإسلامي هو ضرورة رؤية الهلال، ولذلك نحن أسسنا المشروع الذي نحن فيه، المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، لحساب الأهلة. نحن مشروع، أعضاؤنا في مختلف دول العالم، نحن نقوم برصد الهلال، نحن نقوم بتحري الهلال بالمناسبة كل شهر، نحن لا نتحرى فقط في رمضان وشوال، نحن نتحرى في الأشهر الهجرية كافة، وأعضاؤنا الموجودين في مختلف دول العالم يقوموا بإرسال نتائجهم ونضعها على موقعنا على الإنترنت. يعني الآن بعد ساعات إن شاء الله سنجد نتائج ما رصده أعضاؤنا ممن غاب عندهم القمر بعد الشمس على موقعنا مباشرة. فنحن لا ندعو إلى إلغاء الرؤية والاعتماد على الحساب فقط، هذا ليس ما ندعو إليه. طيب قبل أن نترك هذه النقطة سيد محمد، أنتم تقولون أن كل شهر تقومون برصد الأهل، هل حدث أي تعارض في وقت من الأوقات بين حساباتكم الفلكية وبين ما يعلن من خلال رؤية العين في أي من الدول الإسلامية؟ يعني هناك فرق بين النتائج التي تأتي من أعضائنا ومن الخبراء ومن المتمرسين في رصد الأهلة والعارفين بكيفية رصد الأهلة وبين ما يصدر من بعض الدول. نحن نعلم أن هناك العديد من الإعلانات التي تصدر أحيانا من بعض الدول هي تخالف الواقع، فإن كان قصدك عن هذه الإعلانات فنعم، كثير من الأحيان هذه إعلانات يعني مخالفة تماما للواقع، ولا أقول أنها تخالف الحسابات. يعني ما قولك بإعلانات صدرت بمشاهدة الهلال والقمر كان يغيب قبل الشمس بنصف ساعة مثلا؟ بالمناسبة بحمد الله يعني منذ عام 1430 يعني من حوالي 7 سنوات تحسن هذا الموضوع، وأصبحت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية لا تقبل شهادة الشهود إن غاب القمر قبل الشمس. فبالتالي منذ عام 1430 منذ 7 سنوات وحتى الآن الأخطاء التي كنا نشهدها في بدايات الأشهر نتيجة لشهادة بعض الشهود بشهادات خاطئة هذه انعدمت، هذه كنا في الحقيقة نعاني منها بشكل كبير قبل ذلك الوقت. نعم. يعني القمر يغيب قبل الشمس ثم يأتي شاهد وتقبل شهادته ويبدأ المسلمون وملايين المسلمين شهرهم بناء على هذه الشهادة، ولكن هذا في الحقيقة توجه تشكر عليه المحكمة العليا في السعودية ويشكر عليه المسؤولون بأنهم أصبحوا لا يقبلوا شهادة الشهود إن كان القمر يغيب قبل الشمس في مثل هذه الحالة التي نحن بها اليوم. فبمثل اليوم حتى لو جاء شاهد اليوم وقال طيب أنا رأيت، ابقى معي سيد محمد، ننتقل إلى دوحة للإعلان عن رؤية هلال شهر شوال. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد عقد لجنة تحري رؤية الهلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين 29 من شهر رمضان لعام 1437 للهجرة الموافق للرابع من شهر يوليو عام 2016 ميلادي لتحري رؤية هلال شهر شوال، وحيث لم يثبت دخول الشهر هذه الليلة ولم يتقدم أحد للشهادة لرؤيته، فإنه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وعليه فإن اللجنة تعلن أن غدا الثلاثاء الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2016 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر يوليو هو أول أيام عيد الفطر المبارك. واللجنة إذ تعلن ذلك لتدعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من العتقاء فيه من النار، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم،
وتنتهز اللجنة هذه المناسبة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أعلن رئيس لجنة تحري هلال شهر شوال في دولة قطر أن غدا هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو بداية شهر شوال وبداية عيد الفطر المبارك. كما جاءنا الآن أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أعلنت أيضا أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. عودة إليك سيد محمد عودة. إذن الحسابات الفلكية ربما كما كنت تقول لم تتعارض أبدا مع ربما الشهادة أو رؤية العين. نعم، هذا ما كنت أقوله، أن في الماء يعني نتائج رصد الهلال بالمناسبة موجودة على موقعنا منذ عام 98 وحتى اليوم، يعني نحن نتحدث عن حوالي 18 سنة موجودة على موقعنا ل 12 شهر، بإمكان أي شخص أن يدخل يرى يقارن النتائج التي جاء بها الراصدون مع التوقعات والحسابات المسبقة وسيجد التوافق بينهما. حضرتك سألتني بسؤال مهم، هل نحن بحاجة لإنشاء مرصد حتى يوحد المسلمين؟ في الحقيقة هذان سؤالان مختلفان. السؤال الأول، هل لماذا لا ننشئ مرصد يقوم برصد الأهلة؟ وفي الحقيقة هذا موجود، يعني هناك العديد من المراصد، هناك العديد من يعني الهلال بالمناسبة لا يحتاج إلى مرصد كبير، الهلال يعني منظار يكفيه أحيانا، تلسكوب صغير، العين المجردة تكفي، وهذا موجود، يعني سواء أعضاؤنا نحن في المشروع، سواء عامة المسلمين والمهتمين، فهذا موجود والمهتمون موجودون ويقومون برصد الهلال دائما. السؤال الثاني هو توحيد المسلمين، وهذا في الحقيقة سؤال فقهي، ربما فضيلة الشيخ يعني قد يجيبنا أفضل مني على هذه الجزئية، بأن هل وحدة المسلمين مطلوبة أم ليست مطلوبة في بداية الشهر الهجري؟ نحن نعلم أن العالم الإسلامي لا، من ناحية الحسابات الفلكية هل هذا الأمر ممكن؟ يعني أنا لو قلت لك من ناحية الحسابات الفلكية ستكون هناك بعض الأشهر التي يكون فيها رؤية الهلال ممكنة، مثلا فالأقل في المغرب وفي مصر وفي السعودية مثلا، وهي غير ممكنة في إندونيسيا وماليزيا. السؤال الآن، ماذا تفعل إندونيسيا وماليزيا؟ هل تلتزم إندونيسيا وماليزيا والهند والباكستان، هذا شرق العالم الإسلامي، هل يلتزموا بعدم الرؤية وينتظروا إلى اليوم الموالي حتى يبدأ الشهر، أم هل يأخذوا بالرؤية التي ثبتت في وسط وغرب العالم الإسلامي؟ يعني من الناحية العلمية ومن الناحية الفلكية أحيانا قد تكون هناك أشهر يمكن فيها رؤية الهلال من جميع العالم الإسلامي، وقد تكون هناك أشهر يرى من أجزاء من العالم الإسلامي وهي تكون دائما في الغرب، وقد تكون هناك أشهر ومن ضمنها شهر شوال الذي نحن فيه لا تمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي. فمن الناحية العلمية الحالات كلها موجودة، يبقى الآن السؤال الفقهي في الحقيقة، ماذا نفعل في هذه الحالات؟ هل يجب على الجميع أن يأخذوا بالرؤية الواحدة التي ثبتت في مكان، أم على كل قطر الالتزام برؤيتها؟ هذه مسألة في الحقيقة فقهية. طيب، من الناحية الفقهية دعنا نعود للشيخ جعفر ليجيب على هذا التساؤل، ما رأيك شيخ جعفر؟ العبارة واحدة لو تحفظها عني والأخ الحبل اسم محمد عودة باختصار شديد، المولى عز وجل وحد بين المسلمين في الشعائر ليتوحدوا فيما بينهم في المشاعر والأحاسيس، باختصار شديد وحد الله تعالى بين المسلمين في الشعائر. نعم. يعني شهر رمضان فرض على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في كل زمان ومكان أن يصوموا، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. لا تجد مثلا مسلمي شرق آسيا يصومون شهرا، والمسلمون في الخليج يصومون شهرا آخر، والمسلمون في أفريقيا يصومون شهرا آخر ثالث، والمسلمون في أوروبا يصومون شهرا رابع، إنما شهر رمضان عند كل الجميع. أما مسألة الاختلاف بقى في المطالع دي قضية كما قلت لحضرتك والأخ محمد عودة العلوي يتفق معي تظل قائمة الخلافات بين الفقهاء وبين الفلكيين.
هذا أمري. فالوحدة أيوة مطلوب للمسلمين أن يتوحدوا. الآن عفوا 27 دولة أوروبية، الاتحاد الأوروبي قائم الآن، وإن كان بدت بوادر التفكك عليه الآن، لكن هذه قيمنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال تعالى في الأنبياء وفي المؤمنون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن ربكم فاتقون، والأنبياء فاعبدون، المفروض أن نتوحد. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الذي أريد أن أضيفه لعل الأخ الحبيب الأخ محمد عودة يكون معي في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام شهر عيد، شهر عيد لا ينقصاني، رمضان وذو الحجة، فسمي شهر رمضان شهر عيد. كيف يسمى شهر عيد وهو صيام؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب القيم المشكل لما أشكل من الصحيحين أو المفهم لما أشكل من الصحيحين، يقول سمي رمضان شهر عيد، وأرجو الأخ محمد علي يكون معي في هذا الكلام، شهر رمضان سمي عيد يقول لأن الهلال قد يرى بعد الزوال من آخر يوم في رمضان، قد يرى بعد الزوال. ما هو الزوال؟ الشمس تصل في حالة في كل يوم يوميا إلى حالة تكون فيها في وسط، في كبد السماء، وسط السماء تماما. وكيف تعرف علامة أن الشمس وصلت إلى كبد السماء يعني وسط السماء؟ أن يكون ظل كل شيء تحته، تقف كده تجد ظلك تحت منك، لو في عمود كهرباء، لو في عصا أوقفتها كده العمارة بتجد ظلها تحت منها. لما تبدأ الشمس تمن ناحية الغروب يبدأ ظل الشيء يتحرك من تحت منه، ودي تكون قبل الظهر بقليل، هذه اللحظة تسمى لحظة الزوال. فابن الجوزي يقول في كتاب القيم في لما أشكل في الصحيحين، يقول قد يولد الهلال بعد الزوال، ولذلك يسمى شهر رمضان، وهذا معناه أن قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو أنه شهر عيد لأنه بترى الرؤية ترى الرؤية الأخيرة بقى اليقينية تكون بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، وبالتالي تكون الليلة ليلة عيد، وفي كلتا الحالتين يقال على رمضان شهر عيد. فلعل الأخ محمد عودة يكون معي ويكون له يعني تعليق أو له رأي على هذا الكلام في ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى تعليقا على حديث رسول الله شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. طيب عودة لك سيد محمد، لو لديك تعليق على ما ذكره الشيخ جعفر، وكنت قد طلبت من قبل بضرورة وجود وعي فلكي وعلمي بمسألة رؤية الهلال، ما الذي تقصده بهذا الوعي وما الذي سيقدمه للشعوب الإسلامية؟ نعم، ربما جواب على فضيلة الشيخ، قد أميل إلى التفسير الثاني، لأن التفسير الأول القائل بأنه قد يرى الهلال عند الزوال أو قبله أو بعده، في الحقيقة الهلال لا يرى نهارا والشمس مشرقة يعني قبل غروب الشمس إلا إن كان الهلال كبيرا، وإذا استثنينا الآن زماننا الذي توجد فيه التلسكوبات والأجهزة البصرية واقتصرنا الموضوع على الرؤية بالعين المجردة، ففي الحقيقة لا يمكن للعين المجردة أن ترى الهلال نهارا إلا إن كان كبيرا جدا، وهذا على الأرجح يدل على أن الشهر الحالي يعني بدأ متأخرا بيوم. ولذلك أنا قد أميل إلى التفسير الثاني وليس إلى التفسير الأول، إذ أن رؤية الهلال نهارا بالعين المجردة يعني لا تتيسر. أما بخصوص الوعي الفلكي، طبعا يعني ما نشهده في الحقيقة في مثل هذه الأيام عند التحري، نلاحظ تعليقات انتقادات من عامة الناس، من بعض الفقهاء، لا أقول كلهم، لمسائل في الحقيقة لا ليست هي المسائل التي نقصدها. يعني نلحظ وجود بعض المفاهيم غير الواضحة لدى عامة الناس، لو كانت الأساسيات الفلكية واضحة لما حدث هذا الإرباك، ولذلك نحن نطالب بوعي فلكي. يعني أعطيك مثال، نحن لا نحب دائما أن نقول أن هناك خلاف بين الفلكيين وبين الفقهاء، لا نحب أن نصور أنهم فريقين مختلفين وأن لابد أن تكون بينهم خلافات ومعارك، لا أبدا، بالعكس نحن نرى أنه لابد أن يكون الفلك والشرع يعملان معا لخدمة الدين، لا يجوز أن يكون العلم في جهة والدين في جهة أخرى، يجب أن يتكاملا حتى نخرج بالنهاية إلى الطريق الأصوب. ولذلك نحن لا نتفق أبدا أن هناك خلاف بين الرؤية وبين الحساب، ولا نتفق أن هناك خلاف بين الفقهاء وبين الفلكيين. هذا من ضمن الأمور التي لا يعني نرى أن سببها هو عدم وجود الوعي الفلكي الكافي. ماذا يريد الفلكيون؟ هذا ما بدأت به حديثي، نحن لا نريد إلغاء الرؤية، نحن لا نريد أن نعتمد على حسابات مبنية على اقتران، مبنية على غروب شمس،
هذه أمور يحددها الفقهاء. هناك فقهاء يكتفوا ببداية الشهر بمجرد حدوث الاقتران ولا يطالبوا بالرؤية. أنا أتحدث فقهاء وليس فلكيين. وبالمقابل هناك فقهاء وهم الأكثر يقولوا لا يبدأ الشهر إلا على الرؤية. الأحاديث النبوية صريحة وواضحة، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. نعم، هذا شأن فقهي نتركه للفقهاء. نحن كفلكيين يأتي دورنا مساندة لرأيهم. لو قالوا أن المعتبر والمعتمد هو رؤية الهلال، نحن نقدم لهم المعطيات العلمية التي تبين هل هذا الهلال يرى أو لا يرى. إن كان فيهم الاقتران، نقدم لهم المعلومات المتعلقة بالاقتران ومتى يحدث الاقتران. وأعطيك مثال، اليوم تركيا أعلنت العيد غدا، نحن كفلكيين نقول هذا صحيح. دول أخرى أعلنت العيد بعد غد، ونحن كفلكيين نقول هذا صحيح، لأن كل منهم استند على رأي فقهي معتبر له أدلته. لا علاقة لنا به كفلكيين. بالمناسبة نحن لسنا أصحاب القرار هل هو غدا ولا ليس غدا، هل الرؤية هي المطلوبة أم الاقتران هو المطلوب، هل الرؤية من أمريكا الجنوبية كافية. هذا ليس دورنا وليس عملنا نحن كفلكيين. طب علمية نقدم المعطيات لمن يطلبها. طيب دعنا نعود للصحفي محمد الزهراني من السعودية. سيد محمد، ما الذي تغير بعد أن بدأت المملكة العربية السعودية منذ سنوات في الاعتماد على الحسابات الفلكية جنبا إلى جنب مع رؤية العين أو شهادة الشهود؟ سيدي، مثلما تحدث أخي الفاضل قبل قليل، أن لدينا الفقهاء يتفقون على أن الحسابات الفلكية إذا نفت إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب، الواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود. ولدينا كثير من العلماء المعاصرين تحدثوا بذلك، منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الله المنيع من هيئة كبار العلماء. لكن ما ورد إلينا طيب عفوا محمد، سأعود لك لاحقا وننتقل إلى العاصمة الأردنية عمان وإعلان رؤية هلال شهر شوال. إذن مشاهدينا الكرام، يستعد قاضي قضاة الأردن سيد أحمد هليل للإعلان عن رؤية هلال شهر شوال. ما وردنا أي شيء من ثبوت الرؤية. بعد المغرب بيعلن الناس كل شيء. لا. ما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه ننيب. الحمد لله القائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. في هذا الجمع المهيب والاحتفال الكبير الذي يعتبر احتفالاً دينياً له سمة خاصة وله حضور متميز من هيئات القضاء الشرعي والإفتاء والأوقاف والعلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء ورجال الفلك المقدرون،
وجمع كريم من الإخوة المعنيين والمهتمين، وانسجاماً مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن على هديه سائرون وعلى منهجه ملتزمون ومستقيمون. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن هنا ونظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال في سماء المملكة الأردنية الهاشمية، فإنني أعلن متوكلاً على الله تعالى أن يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الأربعاء سيكون غرة أيام عيد الفطر السعيد أعاده الله على أردننا، مليكنا وقائدنا وولي أمرنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعلى أسرتنا الهاشمية، وعلى شعبنا الأردني الأبي، وعلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية باليمن والخير والعز والنصر، وأن يفرج الله عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يجمع كلمة الأمة، وأن يوحد صفها، وأن يؤلف بين قلوبها، إنه سميع مجيب. وأرفع بهذه المناسبة الكريمة باسم هيئات القضاء الشرعي والإفتاء والأوقاف والعلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء وهذا الجمع الكريم من الإخوة المعنيين والإعلاميين الذين حضروا من أجل متابعة هذا الحدث الكريم، أرفع باسمنا وباسم إخواننا في رحاب بيت المقدس من موظفي القضاء الشرعي والأوقاف، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام عميد آل البيت الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأرفع أيضاً إلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله يحفظه الله ويرعاه أزكى التهاني وأطيب الأماني، وأرفع أيضاً إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن الحسين نائب جلالة الملك. إذن أعلن الشيخ أحمد هلي القاضي قضاة الأردن أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. أعود عليك سيد محمد الزهراني من السعودية، كنت تتحدث حول اعتماد المملكة العربية السعودية على الحسابات الفلكية جنبا إلى جنب مع رؤية العين أو شهادة الشهود، تفضل. صحيح أخي الفاضل، وهذا ما ذكرته قبل قليل، أنه إذا تعذر رؤية الهلال من خلال الحسابات الفلكية فإن القاضي يرد شهادة الشهود، وكما هو معمول به أن شرعا أن خروج دخول هلال العيد يحتاج إلى اثنين من الشهود. ما أحب أذكره أن عدد أيام شهر رمضان خلال السنوات العشر السابقة في المملكة كانت من عام 27 و28 و29 كانت أيام رمضان كاملة. خلال الثلاث سنوات التي مضت هي 34 و35 و36 كانت ناقصة 29. كما ذكرت سابقا أن الفلكيين لم يذهبوا لرؤية الهلال العيد هذا اليوم تأكيدا لما ذكروه سابقا، وهم ذكروا من قبل أكثر من أسبوعين أنه الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن العيد سيكون الأربعاء، اعتمادا على الحسابات الفلكية وعلى استحالة رؤية الهلال لغياب القمر قبل غروب الشمس. صحيح، وهذا ما ذكره اليوم المشرف على جمعية أفاق الفلكية أن هلال العيد سيغيب قبل غروب الشمس بثلاثة دقائق، وهذا ما منعهم من الذهاب لتحري هلال العيد هذا اليوم. في كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي محمد الزهراني كنت معنا من المملكة العربية السعودية، أعود إليك
شيخ جعفر، كان لديك تعليق على ما ذكره سيد محمد عودة والأخ الحبيب الأخ محمد الزهراني لرز الأهل، تفضل. وكذلك الأخ محمد الزهراني جزاه الله خيرا، أثني وأثني على ما ورد في كلام الأخوين الكريمين. كلام الأخ محمد عودة جزاه الله خيرا أن لا نريد أن نشيع أن هناك اختلافا بين الفقهاء وبين الفلكيين، لا نريد ذلك، فالخلافات يعني متسعة ومنتشرة ومتشعبة في الأمة. لا نريد مزيدا من الخلافات، وأن الفلكيين في خدمة الفقهاء، يعني إذا كان عندهم يعتمدون الرؤية فالفلكيون مهمتهم يعني السعي في تعضيد هذا الرأي تمشيا مع نص الحديث. ونفس كلام الأخ الحبيب الأخ محمد زهراني من السعودية أيضا يقول أنه في المملكة يعني إذا تعذر فلكيا رؤية الهلال فإن القضاء يردون شهادة الشهود، لأنه متعذر الرؤية، وهذا أيضا يدعم هذه الفكرة. إذا غاب القمر قبل غروب الشمس، أيوه، نعم، من الحسابات يعني. وبالتالي لأن الشاهد هيشهد فين يعني، ما الذي شهده وما شهدنا إلا بما علمنا. النقطة الثانية، القرآن الكريم في حديثه عن النجوم ذكر لها أهدافا ثلاثة. الهدف الأولاني أنها زينة، والهدف الثاني أنها مصابيح، الهدف الثالث أنها رجوم للشياطين، الهدف اللي بعد كده أنها علامات للسائرين بالليل. قال تعالى في النحل علامات وبالنجم هم يهتدون. قال تعالى ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فلذلك يعني من هنا كانت الحكمة في الشرع الحنيف الاعتماد على الرؤية. ليه؟ لأنه لو كانت الرؤية، لو كان الحساب الفلكي وحساب المنجمين معتبر شرعيا لبينه الشرع، كما بين مواقيت الصلوات ومواقيت الزكاة ومواقيت الحج ومواقيت العدد ومواقيت الديون، لبينها. لو كان الحسابات والمنازل معتمدة شرعيا كان الإسلام بينها ونص عليه، لكن لم يعتمدها ولم يبينها، وإنما وقف في بداية الهلال في بداية الشهر ونهاية الشهر على الرؤية للدخول فيه بيقين والخروج منه بيقين، للحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأيضا الحديث الآخر في الرواية الصحيحة التي صحها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن يعني إيه، أن نصوم من وضح ونفطر من وضح، نفطر نصوم من وضح ونفطر من وضح، يعني إيه، يعني نبدأ صيامنا من وضوح الرؤية تماما بلا شك، ونفطر كذلك من وضح يعني بلا شك في هذه الرؤية تماما، فندخل في العبادة بيقين ونخرج منها بيقين تماما بلا. وبعدين هناك فرق بين حساب القمر وحساب الشمس، القمر يخالف الشمس. والأخ محمد عودة لعله معي الآن جزاه الله خيرا، ويعني مسؤول عن المرصد يعني في رصد الأهلة، هناك خلاف، القمر يختلف عن الشمس. فبحساب النجوم، حساب النجوم الشهر يعني يزيد بحساب الشمس يزيد يوم أو يومين عن حسابات القمر. وبعدين الشهور العربية، شهور العربية الشهر لا يزيد عن 30 أقصى، يا 29 يا 30، ولذلك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. إذا معنى كلامك شيخ جعفر أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلاف بين الفلكيين وبين الفقهاء. عودة لك سيد محمد، ما رأيك في الأصوات التي تخرج بين الحين والآخر وتطالب بالاعتماد فقط على الحسابات الفلكية باعتبارها هي الأدق وتعتمد على آليات حديثة؟ والله في الحقيقة هذا السؤال لا يسأل لي، هو يسأل الفقهاء ما رأيهم باعتماد الحساب الفلكي ويعني بدلا من الاعتماد على الرؤية الشرعية. نحن كما قلت نحن لا، هو هذا السؤال سألته من قبل لشيخ جعفر وقال إن الرؤية الشرعية يعني أغلب الفقهاء أجمعوا عليها أنها واجبة، لكن من جانبكم أنتم في المرصد الإسلامي وأنتم تقولون أنه لا تعارض بين شهادة الشهود أو رؤية العين وبين الحسابات الفلكية. هناك أصوات تقول طالما ليس هناك تعارض دعنا نعتمد فقط على الحسابات الفلكية، ما رأيكم أنتم في ذلك؟ نعم، نحن ماذا نقول يعني من ضمن الطروحات التي نطرحها، بما أن الحسابات الفلكية يعني أضحت دقيقة في زماننا الحالي، وبما أن الحسابات تتوافق مع الرؤية، فعلا نحن نرى أنه قد آن لنا أن يكون لنا تقويم واضح معروف مسبقا، بدلا أن ننتظر حتى آخر ليلة نعرف هل غدا العيد أم ليس هو العيد، وما يترتب على ذلك من أمور كثيرة وبعض الاضطرابات التي تتسبب عند الناس. بما أننا وصلنا إلى درجة عالية من الدقة وبما أن الحسابات المسبقة تتوافق الواقع،
إذا لماذا لا يكون لدينا تقويم يحدد بدايات الأشهر بشكل مسبق بحيث نعرف متى هو رمضان ومتى العيد ومتى عيد الأضحى ونرتب أمورنا بناء على ذلك؟ في الحقيقة هذا ما تفعله تركيا منذ أكثر من 30 عاما. تركيا تضع تقويم مطبوع جاهز بناء على حسابات فلكية موافقة للواقع تقريبا. طب لماذا نحن لا ننحو في هذا الاتجاه؟ لماذا لا نعد تقويم يوافق الرؤية؟ يعني نحن نقول نعد التقويم ومن شاء أن يخرج لتحري الهلال أهلا وسهلا يخرج، سيرى التوافق بين الرؤية ومع التقويم الموضوع مسبقا. في الحقيقة هذا كان موضوع مؤتمر عقد في تركيا الشهر الماضي بحضور أكثر من ربما 50 دولة والعديد من الفقهاء والفلكيين والمسؤولين حتى، من أجل الاقتراح، من أجل اقتراح لتقويم يتم إعداده مسبقا يحدد بدايات الأشهر الهجرية على أن يتوافق هذا التقويم مع ما سيراه الناس عندما يخرجوا للتحري. نحن نرى أننا الآن يعني في مرحلة تهيئنا للانتقال إلى هذه الخطوة القادمة، أن يصبح لدينا شيء معروف مسبق واضح يعني، ونتمنى يعني هذا لا يمكن أن ننجزها لوحدنا نحن كفلكيين، لابد أن يتعاون معنا الفقهاء، يتعاون معنا المسؤولون بحيث يكون لدينا مثل هذا التقويم المسبق. لكن ما هي الآليات التي تعتمدون عليها سيد محمد ربما في رصد هذا التقويم طوال العام؟ أنت لا تتحدث عن شهر أو شهرين من شهور السنة، أنت تتحدث عن عام كامل. ما هي الآليات التي تعتمدون عليها حتى يضمن أن الناس أن هذا التقويم دقيق؟ جميل. هو في الواقع لا يفرق هو غدا أو بعد 100 سنة، هو لا يفرق في النهاية، هي معادلات تطبق، إن كانت دقيقة ستكون دقيقة على المدى الطويل أو على المدى القصير نوعا ما، فيعني لن تفرق نعد تقويم لشهر أو لسنتين أو لخمسين سنة. نحن نتحدث عن حسابات دقيقة لن يعتريها الخطأ في 50 أو 100 أو حتى 200 و500 سنة. في الحقيقة هذا هو موضوع. هل هذا وارد؟ يعني من الناحية العلمية هل هذا وارد؟ يعني من الممكن أن تجري حسابات فلكية لعشرة أعوام قادمة وتحدد من خلالها بداية كل الشهور، بداية الأعياد، بداية شهر رمضان، هل هذا وارد؟ أنا أعلم لماذا أنت متوجس من دقة الحسابات، الحسابات دقيقة لا تقلق. أنا غير متوجس، أنا فقط أطرح عليك الأسئلة لأن هناك أطراف أخرى ربما تشكك وربما تقول أنها غير دقيقة، أنا أطرح الأسئلة سيدي. أنا غير متوجس. الموضوع بسيط. نحن في بين أيدينا كتب فلكية طبعت من 10 ومن 20 سنة كانت توضح مواعيد أحداث فلكية ستحدث الآن. يعني من عنده شك يعني هي المشكلة، تعرف ماذا المشكلة؟ أن من يشكك، بعض من يشكك لا يريد أن يتأكد من الشك الذي لديه، لا يريد أن يزيل هذا الشك، هو فقط شك ولا يريد أن يكمل المشوار ويزيله أو يؤكده. ما أقوله، الحسابات موجودة، يعني الكتب الفلكية التي طبعت من 50 سنة ومن 20 سنة التي كانت تتنبأ بكسوفات وخسوفات ستحدث في عصرنا الحالي موجودة في المكتبات. الذي يشك بإمكان زيارة المكتبات يحصل على هذه الكتب ويقارن بين ما كان مطبوع منذ 50 سنة، وأنا أعني ما أقول، وبين ما سيشاهد الآن. لن يجد فرق ثانية يا أخي في مواعيد الكسوف والخسوف، حركات القمر، الشمس، حركات الكواكب، هذه تحسب بدقة هائلة يا أخي الكريم. أنا أقول لك مركبة أطلقت إلى بلوتو على بعد وصلت بعد 15 ساعة، سارت ملايين الكيلومترات، وصلت متأخرة ثانية. طبعا الحسابات دقيقة. الآن نعم نحن قادرين على إنتاج تقويم هجري يحدد جميع الأشهر الهجرية، يحدد بدايات جميع الأشهر الهجرية، ويكون متوافق إلى حد كبير جدا مع ما سيراه الناس في منطقة، في مثلا في العالم الإسلامي أو في العالم العربي. إذا خرج الناس لتحرر الهلال سيجدوا التطابق بين التقويم وبين ما سيروه في بأعينهم. هذه خطوة، يعني أنت تسألني ماذا نريد يعني كخطوات قادمة، هذه من ضمن الخطوات التي نأمل أن تتحقق قريبا. يعني إلى متى سيبقى حالنا هذا الحال؟ إلى متى سنبقى؟ طيب. حتى إذن هذه هي الرؤية المستقبلية التي تطالبون بها أو تنوون فعلها خلال السنوات المقبلة. ما هو رأيكم شيخ جعفر من الناحية الفقهية، تقويم هجري ربما لسنة وربما لعشر سنوات أو أكثر؟ أنا مع الأخ محمد عودة لكني ما زلت على الرؤية للآراء الثلاثة التي قلتها لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل الإمام النووي
وكذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وقرر مجمع. هو يقول يعني هنعمل الحسابات الفلكية أو هنعمل هذا التقويم الهجري وفي المقابل هذا لا يمنع من الرؤية. يعني الرؤية أيضا لا في لا خلاف. يعني هو الحسابات دي كلها كانوا مبنية على تحرر الهلال على ثبوت الهلال. نعم. بس توافق الهلال مرحبا. يعني حتى نبقى في إطار الشرع وحتى لا نخرج عما اتفق عليه الصحابة ويعني ثبت بالسنة الدوران مع الرؤية. الدور مع الرؤية حتى يعني لأن برضو حتى مع الكلام اللي تفضل به الأخ محمد عودة إن نسبة الخطأ يعني ضعيفة جدا ونادرة جدا لكن هو العمل بشري شأن الخطأ. الأجهزة ممكن يصيبها عطب ممكن يصيبها عطل ممكن يصيبها هذا الاحتمال وارد. يعني الكمال لله سبحانه وتعالى وحده وبالتالي ما دامت هي هذه الأجهزة وهذه الحسابات تخدم الرؤية فلا مانع ولا اعتراض ولا خلاف إن شاء الله تعالى. طيب ما هو الذكر المستحب شيخ جعفر عند رؤية هلال شهر شوال أو كل الأشهر كل الأشهر اللهم أهله علينا اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. بس دعني أذكر بأمر هام. تفضل. ممكن تكون هذه الليلة آخر ليلة في رمضان وقد تكون هذه الليلة ليلة القدر وإن كانت ليلة شفع للحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله وسلامه عليه التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان آخر ليلة قد تكون آخر ليلة. والحديث الصحيح يعني قد ناس الآن ممكن يكون كانوا متوقعين أن تعلن رؤية ليلة شوال الليلة ويصبحون صيام ويصبحون مفطرين ويصبح العيد لكن قد تكون هذه الليلة اللي في أكثر من دولة إسلامية أعلنوا أن غدا هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان قد تكون هذه الليلة ليلة القدر. والحديث الصحيح عند البخاري وغيره يقول الرسول صلى الله وسلم عليه إنما الأعمال بالخواتيم وبعدين الليلة ممكن تكون عندنا شفع ولا سيما الدول التي بدأت في العالم الإسلامي صيام يوم الاثنين فالليلة دي ليلة شفع ليلة 30 وعند الدول اللي بدأت يوم الثلاثاء تكون هذه الليلة ليلة وتر. هذا عندنا نحن كبشر شفع ووتر في مكان في دولة شفع ودولة أخرى لكنها عند الله واحدة بدليل قوله تعالى في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا هنا العبارة القرآنية محل الشاهد أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. السؤال الآن قيام الساعة ألا يعلم المولى عز وجل في علاه ألا يعلم الساعة متى تقوم ليلا فقط أو نهارا فقط يعلم ولا لا يعلم سبحانه وتعالى. لكن لماذا قال ليلا أو نهارا أو هنا ليست للشك وإنما أو هنا للتنويع أو هنا بمعنى الواو يبقى معنى الآية أتاها أمرنا ليلا ونهارا لأن الساعة عندما تقوم يكون الوقت عند قوم ليلا ويكون عند قوم نهارا ولكنه في علم الله تعالى واحد ولذلك نجتهد في آخر لحظة ولذلك المعتكف متى يخرج بعد صلاة العيد وهكذا يبقى لابد من الاجتهاد في الساعات الأخيرة هذه. وبعدين في الحديث الصحيح قلنا قبل ذلك أخي سالم حبيبي الحديث مشهور يردده العامة من الناس كثير وحتى بعض الخطباء يقولون هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الصحيح أنه شهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله وسلم عليه إن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار إن لله تعالى عند كل فطر يبقى ده من أول ليلة عند كل فطر عتقاء من النار يقول وذلك في كل ليلة. والرواية الأخرى يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة نكون إن شاء الله تعالى يا رب يا رب أسماء الحسنى صفات العلى ورحمة المنزلة آمين يا رب العالمين. يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصوم. ندعو الله عز وجل أن نكون من الفرحين ومن الفائزين وذكر بأمر هم بس إن شاء الله يعني باختصار شيخ باختصار شيخ جدا أذكر الأحبة الحديث الصحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال من فطره الرواية الصحيحة نعم. ولذلك للمسلمين جميعا هذه الفتوى
صيام الدهر يتحقق بصيام شهر رمضان وستة أيام من أي شهر من أشهر العام، ليس شرطا في شهر. سنأتي بعد ذلك على ذكر يعني المداومة على الطاعة بعد رمضان. شكرا جزيلا الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كما نشكر ضيفنا من أبو ظبي مهندس محمد عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة. ونشكركم مشاهدينا الكرام في ختام هذه التغطية حول تحري هلال شهر شوال، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بخير، وإلى اللقاء.